مساكم الله بالخير. ضيفنا نشأ بين والد حكيم وشيخ أزهري، سماه والده محمد لأنه ولد يوم فتح مكة. من رعي الغنم اللي تعلموا في صباه، تعلم التأمل والتفكر ومنحوا خيال لبناء مستقبله. في منزله تعرف على أولى معادلات الحياة بين قسوة والده الشديد ولين وحنية والدته، تعلم الدرس الأول من دروس السياسة وهو الصبر. وبدلاً من أن يخشى والده ويفر من هذه القسوة، التصق به أكثر فتعلم ثاني درس له في الحياة، وكان الدرس الأكبر واللي هو لتكون ذا قيمة وصاحب كلمة مسموعة بين الناس، يجب أن تكون نظيفة من الداخل وصادقاً عادلاً في تعاملاتك. كم هو محظوظ من يتشرب الحكمة في الصغر، وكما قيل في الأثر: ليس العاقل الذي يفرق بين الخير والشر، بل الذي يعرف خير الشرين. وهذا هو لب السياسة والدبلوماسية. ضيفنا اليوم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر.